الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة الحقيقة هنتكلم فنيا طول الحلقة، هنتكلم فنيا عن كرة القدم، مش هنتكلم عن حاجة أخرى. ولكن الحاجة الوحيدة اللي عايز أقولها لحضراتكم، ما تقلقوش، مش عايزكم تقلقوا، كل الأمور إن شاء الله تكون تحت سيطرة مجلس إدارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة، لأنه مهم جدا 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 أنتوا تعرفوا عندكم مجلس إدارة بيحترم عقول الجميع، وعندكم مجلس إدارة يستطيع أن يتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، فمش عايز حضراتكم تقلقوا، كل الأمور إن شاء الله هتبقى جيدة خلال الأيام القادمة. لكن النهاردة حلقتنا كلها هتكون كرة قدم، هنتكلم عن كرة القدم، لأن احنا الحقيقة